باندلاع الصراع العسكري الراهن في السودان، دخلت منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر على خط التوتر رغم محاولات قوى دولية إرساء الاستقرار فيهما. فأهمية السودان لتلك القوى الكبرى تنبع من إطلالته على البحر الأحمر الذي يمر فيه 13% من حجم التجارة العالمية، وكذلك باعتباره بوابة رئيسية لوسط إفريقيا. روسيا تبحث من خلال السودان عن اختراق القارة السمراء والتمدد عبر شمالها ووسطها ومنطقة القرن الإفريقي، لكن مراقبين يرون أن لموسكو مصلحة في الوضع المضطرب حالياً بالسودان، كونه يصرف الاهتمام عن حربها في أوكرانيا ويهدد خطوط إمداد الطاقة والتجارة عبر البحر الأحمر، ما يعيد لنفطها وغازها أهميته العالمية. أما بالنسبة للصين فالسودان جزء من استراتيجية طريق الحرير البحري، وذلك لربط بكين بالوجهات التجارية التي تمتد من شرق آسيا إلى أوروبا ومنطقتي الشرق الأوسط وشرق إفريقيا. وكانت الصين من الدول التي انتبهت لأهمية السودان مبكراً، حيث توسعت هناك شركاتها المتخصصة في التنقيب عن النفط وتصديره، وذلك في ظل عقوبات أمريكية طالت الخرطوم خلال حكم البشير. وبالحديث عن الولايات المتحدة، فلم تختلف سياسة واشنطن تجاه السودان تحت إدارة جو بايدن كثيراً عن سابقاتها، إلا في بعض الفوارق المتعلقة بدور القوات العسكرية. أما الاهتمام الأمريكي الحالي بالصراع في السودان فيرجعه محللون إلى خشية واشنطن من حرب طويلة الأمد ستنهك قوى الغرب وتفتح ممرات للإرهابيين. التخوف الأمريكي كذلك من فتح باب واسع أمام تمدد روسيا في المنطقة، لا سيما في ظل السباق الاستراتيجي بين القوتين في إفريقيا. وإلى جانب تلك القوى العظمى، هناك من يرى أن لإيران مصلحة من فوضى تنشأ في السودان وقرب مضيق باب المندب، ما يعطي لها نفوذاً في المنطقة وضغطاً متزايداً على الغرب عموماً. فهل كشف الصراع العسكري الداخلي في السودان عن صراع خارجي تحركه أقطاب عالمية؟